الوطنية من المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي ينعقد تحت شعار تحصيل المهنة وحماية المهن. والمؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ينعقد تحت شعار تحصين المهنة وحماية المهنيين، وهذا الشعار يلخص انشغالات سواء انشغالات المهنيين ولا انشغالات المجتمع بالمهنة، لأنه المهنة أصبحت معرضة لكثير من الأخطار، انفلاتات، ولوج ما لا يستحق الولوج إلى هذه المهنة، وبالتالي كيف السبيل إلى تحسين هذه المهنة بما يحفظ حرية الصحافة والنشر والتعبير. والمكون الثاني للشعار هو حماية المهنيين، لأنه نلاحظ الحماية لم تعد تقتصر على المفهوم الوقائي والأمني، بل الحماية تهم أيضا شروط العمل والأوضاع المادية والمهنية للصحفيين. لا يمكن التعويل على صحفي جائع، على صحفي يعني يعيش حياة لا تليق بمقام المهنة التي يمارسها، وبالتالي لا بد من ضمان شروط عيش وشروط ممارسة مهنية لائقة لكي يتمكن الصحفي من القيام بدوره. إذن هذا الشعار في تقديرنا يلخص انشغالات المهنيين وانشغالات المجتمع. وعلى مستوى الثاني، المؤتمر يشارك فيه 420 مؤتمر ومؤتمرة يمثلون جميع جهات المملكة المغربية، من الداخلة إلى طنجة إلى وجدة إلى فاس إلى مكناس إلى الحسيمة إلى أسفي إلى مراكش إلى أكادير إلى طنجة إلى تطوان إلى القنيطرة إلى الدار البيضاء طبعا والرباط. وقع اشتغال، وأيضا هاد المؤتمرين يمثلون جميع القطاعات بدون استثناء، شركة وطنية إذاعة والتلفازة، القناة الثانية، ميدي أن تي في، الصحافة الإلكترونية، الصحافة المكتوبة، وكالة المغرب العربي للأنباء، لفريلانس، الشرفيين المتقاعدين، بالتالي جميع الفئات بدون استثناء، جميع القطاعات تشارك في هذا المؤتمر. تم تحضير وثائق، مشاريع وثائق في غاية الأهمية، تهم استشراف المستقبل، تهم تأثير الذكاء الاصطناعي على الإعلام، تهم رصد واقعي ومدروس على أساس استمارة واستبيان لفضاء إلى دراسة حول واقع حال القطاعات الإعلامية وأوضاع الصحفيين والصحفيات في المشهد الإعلامي الوطني. إذن ثلاث أيام من الجهد ستتوج مسار لجنة تحضيرية اللي استغرق أكثر من 6 أشهر، وأنا على يقين أنه سيكون مؤتمر ناجحا، وأنا على يقين أن القيادة المقبلة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ستواصل حمل المشعل كما وصلنا نحن حمله وتسلمناه من الأجيال السابقة، هذه المرة نسلمه إلى جيل آخر، ونحن سنظل فاعلين وأساسيين ومنخرطين رئيسيين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية. في إطار الاحتفال بالذكرى 60 للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وبالتالي نعتبر بأن هذا المؤتمر هو أولا للوفاء لكل الأجيال التي مرت عبر هذه النقابة. واليوم نحتفل بأحد المؤسسين الكبار والسي محمد اليازغي، لكي أولا نجسد نوع الوفاء الذي نؤمن به داخل النقابة، ولكن في نفس الوقت نحن نحاول أن نبعث روحا جديدة تتوافق وهذه الأسئلة المحرجة التي تطرح على الإعلام اليوم. نتمنى أن تكون أشغال المؤتمر قادرة على صياغة أجوبة أولا تشفي غليل الصحفيين، وفي نفس الوقت تقدم أجوبة لمهنة نتمناها في وطننا أن تكون ليس فقط منافسة داخل الوطن، ولكن أن تكون منافسة خارجه، وبالتالي أن نكون في موعد الاستحقاقات التي يراهن عليها بلدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حضورنا اليوم في مؤتمر ديال النقابة الوطنية للصحافة المغربية كوفد من مدينة طنجة ومن الشمال عامة، وجودنا هنا هو فعلا من أجل حماية مهنة الصحافة، المهنة التي كافح من أجلها واحد من المحتفى بهم اليوم والذي سيكرم اليوم، وهو أستاذ اليازغي، دليل على أننا فعلا نرتبط بذاك الماضي القوي، ذاك الماضي النضالي الحقيقي. اليوم النقابة الوطنية للصحافة استطاعت في المدة الأخيرة أن تسجل خروقات وتسريبات وممارسة مخلة
أخلاقية المهنة الصحافة، وربما هذا هو الشعار الذي سنستغل عليه اليوم من أجل تحسين مهنة الصحافة في عهد جديد وفي فترة جديد وفي مرحلة لا نعرف ما ستأتي به الأيام غدا. فالإعلام هو جندي الخفاء، والجندي الخفاء يجب أن يكون مهيئا ومحضرا لكل المعارك، وعليه أن ينتصر حتى إذا استشهد فليستشهد بشرف في قلب المعركة ودفاعا عن الحق. نحن هنا من أجل الدفاع عن حق صحافة حرة ملتزمة نزيهة قادرة على مواجهة التحديات، خاصة أن أمام المغرب تحديات كبيرة، ليست تلك التحديات الداخلية لأنه مسألة داخلية نستطيع أن نتغلب عليها بشكل آخر، ولكن هناك تحديات خطيرة، تحديات العولمة، ويجب على النقابة الوطنية للصحافة الوطنية من هذا المؤتمر أن تنتج، وأكيد أنها ستنتج كفاءات من الجنسين معا لتحمل المسؤولية لمواجهة المرحلة القادمة التي تكون فيها معارك وليس معركة واحدة، وأساسا معركة حماية أخلاقية مهنة الصحافة والإعلام. طبعا هذه قضية تحضر بأهمية استثنائية بالنسبة لدينا. هذا الصباح قمت بالتباحث مع رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين التي ستحضر معنا في المؤتمر، ومع رئيس اتحاد العمل الصحفي العرب الذي يحضر معنا هذا المؤتمر أيضا، وتدارسنا آخر التطورات الحاصلة في غزة بالنسبة للصحفيين. وهذه المناسبة نعبر عن استغرابنا الشديد لما صرحت به منظمة مراسلين بلا حدود حينما ادعت أن عدد الشهداء من الصحفيين هو 13. هذا غير صحيح تماما، هذا افتراء وهذا كذب. عدد الشهداء هو 65 شهداء، وعلى مراسلين بلا حدود أن تصحح معلوماتها. هذه القضية تحظى بأهمية كبيرة جدا، ولن ندخر جهدا في مناصرة زملائنا وأشقائنا في غزة الصامدة.